السلام عليكم ورحمة وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. أحب أرحب فيكم معي من جديد في فيديو جديد. اليوم رح نعمل معجنات نوعين، اللي رح نعمل من نفس العجينة فطير السبانخ، رح نعمل كمان بيتزا لأولادنا. طبعا لازم نعملهم الأشياء اللي بطلبوها واللي بحبوها، وكمان رح نعمل شوربة عدس. يعني اليوم غدانا شتوي بامتياز. اللهم صل على سيدنا محمد. خلينا نشوف. طبعا رح احضر معاكم عجينة. دائما انا عملت كذا طريقة للعجينات المعجنات، هي نفس الطريقة هي، بس دائما بنلعب مكونات ثانية، بنضيف او بنقص. المرة هاي انا رح اضيف حبتين بيض، طبعا رح اضيف طحين، رح اضيف لبن زبادي، زيت. خمرت هون ملعقتين كبار من الخميرة عشان أضمن إنها في الخميرة فعالة طبعاً، والمية فاترة. بلشت هون أضيف بالزيت، رح أضيف الخميرة، شفتوا كيف خمرت معاي هون، ورح أضيف تقريباً جميع المكونات السائلة عشان نبلش نعجن في العجينة. طبعاً فيكم تضيفوا جميع المكونات هاي وتبلشوا تعجنوها مرة واحدة. هنا رح أضيف كمان شوية من المية الفاترة. عندي أنا عاملة كمية كبيرة طبعا، لأني رح أعمل بيتزا ورح أعمل كمان كراس سبانخ الفطاير. فطبعا أنتوا فيكو ما تضيفوا المقدار اللي يعني رح تستخدموه لعدد أفراد عائلتكم. وفيكم كمان يعني ما تتقيدوا بالمقادير، بس تعيروا تعييري. مع أهم شيء طبعا فيها نضيف الخميرة، ملعقتين طعام، وطبعا ما كمان الملح هون ضفته في الآخر. ما تضيفوا الملح مع الخميرة علشان الملح بيبطل الخميرة. أهم شيء يضيفوا يعني بالعجينة المعجنات اللي هي يعني نص كاسة زيت. فيكم تستغنوا عن البيض كمان إذا ما بدكم بيض، حليب بودرة أو لبن زبادي. طبعا بتعجنوها لبين ما تتكون معانا عجينة يعني طرية وجامدة في نفس الوقت، ما تكونش رخوة كثير. تنفع اللي لما نقطعها تقطع معانا ونفردها بكل سهولة، ما تكون رخوة يعني ما تغلبنا. هلا هون رح اتركها تتخمر من ساعة لساعة ونص، يعني حسب درجة حرارة الغرفة عندكم. إذا المطبخ عندكم دافي يعني احتمال إنها تكون 45 دقيقة تكون خامرة العجينة معاكم، أما إذا برد احتمال إنها تأخذ أكثر. طبعا أنتوا بتشوفوا كيف الوقت عندكم، بتشوفوها لما تتضاعف خلص معناه إنها خمرت. بهالأثناء بدي أحضر لشوربة عدس. طبعا إحنا فصل الشتاء هلا، وشوربة العدس والشوربات يعني لازم نعملهم. أول إشي مفيدين لجسمنا وبيطروا الجسم، وفي نفس الوقت كمان بيحموا شوية من نزلات البرد. جبت هون زيت زيتون، ضفت عليه بصلة مقطعة، عندي كمان تقريبا كوب ونص من العدس، عندي كمان نص كوب من الجزر اختياري، إذا بتحبوا ضيفوه، إذا ما مش موجود ما ضيفوه. أنا بحب أضيفه طبعا، أول إشي فيه فايدة، ثاني شيء إنه بيعطي لون حلو كثير لشربة العدس. قطعته أنا، بس في الآخر رح طبعا أنعمه بالهراسة أو بالهاند بلندر. حسن البصل، ضفت عليهم شوية من الجزر، رح أحوسهم شوية. ضفت هون تقريبا سنين ثوم كبار كنت مقطعتهم، برضو الثومة بتعطي طعم طيب لشربة العدس. اللهم صل على سيدنا محمد. عندي هون كوب ونص من العدس المجروش الأحمر، كنت غسليته ومصفيته من المي. رح أشوحه شوية مع البصل والجزر وزيت الزيتون. طبعا الأفضل إننا نستخدم زيت الزيتون، إذا مش موجود استخدموا زيت نباتي. رح أشوحهم وأضيف عليهم الماي، يعني بنشوحهم من يعني بين دقيقة لدقيقتين، وبعدين بنضيف عليهم الماي الفاترة أو الساخنة. طبعا كمان رح نبهرهم. حبايبي إذا وصلتوا لهون ما تنسوا تدعموني باللايكات، وشكرا لكم. للمشتركين الجدد شير لايك اند سبسكرايب، شاركوا الفيديو، فعلوا الجرس، اكبسوا على زر الاعجاب اذا عجبكم الفيديو او الوصفة. زي ما انتم شايفين هون ضفنا هلا المي،
راح أضيف شوية بهارات، نص ملعقة صغيرة من البابريكا أو نص ملعقة من الفلفل الأسود، رشة ملح، كمان ضفت عليها تقريبا نص ملعقة من الكمون. طبعا هون خمرت العجينة، شوفوا ما شاء الله ضعفت معي. طبعا أكيد رح نرش شوية طحين ونقطعها إلى قطع، طبعا أحجام طابات صغيرة. طبعا هذا الحجم العجينة كراس السبانخ بيرجع لإلكم إذا بدكم إياه صغير أو وسط أو كبير، طبعا أنتوا كيف بتحبوا الحجم. هون طبعا أنا عملت كراس السبانخ معاك وكذا دور، جبنا السبانخ غسلناه فرمناه، كنت أنا فارمة بصلتين كبار ناعم ضفتهم على السبانخ، فلفل أسود شوية شطة، طبعا بنضيف كمان شوية سمك وشوية ليمون، أكيد ضروري جدا نضيف زيت الزيتون على حشوة كراس السبانخ. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا كمان إذا ما بتحبوا تضيفوا البصل الأبيض على كراس على حشوة السبانخ فيكم تضيفوا بصل أخضر. ضفت هون كمان شوية من الشطة، طيب الشطة إذا بتحبوها ضيفوها، إذا ما بتحبوها أو علشان إذا عندكم أولاد صغار فيكم تستغنوا عنها بترجع لإلكم. طبعا هنا حركت الحشوة السبانخ، ضفتها بالصينية هاي عشان أوسع، وحركناها منيح منيح، طبعا أكيد رشينا كمان ملح وضفتها بالجاط الثاني، وهيك الحشوة صارت عنا جاهزة. العجينة هاي فيكم تستخدموا فيها كذا نوع حشوات، فيكم تحشوها بسبانخ، فيكم تحشوها تعملوا فطاير دجاج مع خضر وجبنة، فيكم كمان تحشوها جبنة وزعتر، فيكم تحشوها جبنة طبعا أو لحمة مفرومة مع بصل وخضار، طبعا الحشوة اللي انتم بتفضلوها فيكم تحشوهم، طبعا بيرجع لكم. هان بعد ما قطعهم زي ما انتم شايفين قطعتهم الى كرات عفوا، وكمان رح اعمل ثلاث قطع عشان للبيتزا، رح اقطعهم على الصينية واخليهم يرتاحوا لبين ما اشتغل بفطاير السبانخ. طبعا انا دائما لما بعمل عجين بستغل الوقت، بعمل كذا يعني صنف نوعين او ثلاث، لان اولادي بحبوا الفطاير والمعجنات، وطالما عجنين ومولعين الفرن يعني بنستغل ان نعمل كذا نوع هيك، يعني بتكون عنا عشاء او غدا طيب. جبت هون الصواني دهنتهم بزيت الزيتون بشويه زبده، لما ندهن الصواني بزيت الزيتون ونحط كمان معهم شوية زبدة بنضمن إن المعجنات ما تلزق معنا في الصينية. هلأ هون جبت خشبة أو المفرمة، رشيت رشة طحين وبدي أبلش أفرد بالكرات العجين علشان بدنا نعمل فطاير السبانخ. بنفرد العجينة بهذا الشكل، رح أعمل معاكم كذا واحدة وبنسكرهم بهاي الطريقة. طبعاً إذا بتستصعبوا هاي الطريقة سكروهم يعني بالطريقة المعتاد عليها. هلأ رح أورجيكم حبة أو حبتين نفس الشي، شوفوا ما شاء الله العجينة مرتاحة، طبعا خمرت معنا منيح وقطعناها وتركناها ترتاح تقريبا ربع ساعة أو ثلث ساعة قبل ما نبلش نشتغل فيها، هيك لما منيجي بدنا نفرد العجينة بتفرد معنا بكل سهولة وما بتغلبنا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. طبعا احلى شيء يعني متعه هاي الفتره ان لما نبلش نحشي فيهم. راح اسكرهم بالطريقه الثانيه المعتاد عليها، شايفين بهذا الشكل اذا استصعبتوا الطريقه الاولى. انا فردت معاكم هنا تقريبا اربعه وعملتهم، بس هو اسهل لكم اذا بتفردوا مثلا اكثر من حبه، بعدين بنبلش نحشيهم وبنسكرهم مرة واحدة وبنضيفهم على الصينية اللي بدنا نخبز فيها. شفتوا كيف ما أحلاها هاي؟ ما يعني بياخذوا معانا شوية وقت، بس في النتيجة بنحصل على فطاير كثير طيبة. العجينة جدا جدا بنصحكم تتبعوها هاي الطريقة،
يعني ما شاء الله مثل المسك، يعني جدا ناجحة وسهلة ان نسكرهم بكل سهولة، بسكروا معايا مش رخوين ولا بتغلب بالمرة. طب هون عملت تقريبا صينيتين، هم عملوا لي تقريبا هاي الكمية ما شاء الله 4 صواني. بجيب زيت للناس اللي ما بحبوا يدهنوا وجه المعجنات بالبيض، فيكم تدهنوهم بزيت زيتون، خاصة السبانخ، فطاير السبانخ لازم ندهنهم زيت زيتون مش زيت نباتي، بيعطونا طعم كثير طيب وبيتحمروا كمان بياخذوا لون كثير حلو. وفيكم تدهنوهم بياض البيض مع معلقة خل برضو، بس للناس اللي ما بحبوا يدهنوا بياض البيض فيكم تدهنوهم زيت الزيتون بهي الطريقة. هلأ بعد ما طبعا خلصنا فطاير السبانخ وأنا كمان بخبز فيهم، في نفس الوقت بدي أحضر للبيتزا. نفس العجينة بنجيبها بنركها بإيدنا أو بالشوبك، أنا عشان كنت منكلة جديد الشوبك ما كانش موجود فاضطريت إني أركها على إيدي بهذا الشكل، برضو بتعطيني نتيجة في الرك جدا رائعة. شوفوا ما أحلى العجينة بتجنن. بنركها كذا دور على ايدنا وبنفردها بالصينية اللي بدنا نجهز البيتزا فيها. طبعا هيك بنعملها زي حرف على الداير. عن جد جدا انها متعة اننا نشتغل في العجين، انا بحسها يعني الشغل في العجين انا بالنسبة لي راحة نفسية ما شاء الله. طبعا العجين بركة. وهيك طبعا بعد ما ركيت العجينة عندي هنا الصلصة اللي راح أدهن فيها العجينة، عندي الخضار اللي هي فطر، فليفلة ملو، فليفلة خضراء، عنده كمان موزاريلا تشيز، كمان راح أستخدم السجق البقري اللي هو الحلال، طبعا أنا بجيبه من عند العربي لأني ضامنة إنه حلال، هو راح أضيفه على البيتزا. هون بلشت أضيف بالصلصة، الصلصة أنا هاي جاهزة كثير طيبة برضو. طبعا هنا أولادي يعني رايحين جايين علي بالمطبخ بيستنوا فيا لبين ما أجهز البيتزا من كثر ما هم متشوقين وبحبوا إني أعمل البيتزا في البيت لإلهم، لأنهم فعلاً بنعملها في البيت بتطلع بطعم كثير أطيب ومكونات أنظف، بنضمن إن كل شيء كمان الخضار طازة بتكون مش معلبة، عارفين إحنا إنها منظيفة ومغسولة، كمان بنعمل بإيدين نظيفة، فيعني بنكون ضامنين ان اي شيء بنعمله في البيت بكون صحي واضمن من اللي بنجيبه من برا. طبعا ايام بنضطر ان نطلب بيتزا ومعجنات واكل من برا، بس يعني انه مش كل يوم، ففينا نعمل اشياء هاي كمان في البيت نكررها خلال الشهر، برضو اولادنا بينبسطوا وكمان بيكون اكل نظيف وصحي لهم. هنا ضفت البيتزا الثانية، حطيت عليها موزاريلا والسجق اللي هو الحلال، وهي البيتزا الثالثة عملتها برضو بالخضار والجبنة والسجق، ما شاء الله طعمهم كان كثير كثير جدا رائع وطيب، يعني بتنافس البيتزا اللي في المحلات يعني بكل إشي. طبعا بلشت اخبز في البيتزا، انا مخبزها على درجة حرارة 500، طبعا لازم نخبز البيتزا والفطاير على درجة حرارة فرن تكون عالية. طبعا شربت العدس هنا كانت جاهزة، نعمتها شوية بالهاند بلندر، طبعا اذا مش موجود الهاند بلندر فيكم تستخدموا الخلاط العادي او بالمضرب اليدوي تنعموها شوية او تتركوها زي ما هي برضو حسب انتو شو بتحبوا. ما شاء الله جدا كان طعمها لذيذ، شوفوا لونها ما أحلى كمان. وهيك صارت البيتزا عنا جاهزة، فطائر السبانخ جاهزين، شوربة العدس عنا جاهزة، والكل قاعد وبستنى فيا أسكب لهم طبعا عشان يتغدوا وينبسطوا. بتمنى أني وصفاتي اليوم تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها، وكمان اكتبوا لي بالتعليقات، طبعا تعليقاتكم كثير بتعني لي وبتهمني، اكتبوا لي بالتعليقات اذا في اي وصفات انتم حابيني اني انا اعملكم اياها، طبعا انا مستعده اني اعملكم اياها. هنا بلشنا نقطع في البيتزا، طبعا بالقطعت البيتزا ما شاء الله جدا جدا كانت صحيه كانت لذيذه، هي مش يعني ان معنى صحيه هي
يعني إنها معمولة بحب وبنظافة. طبعاً أصح بالنسبة للبيتزا اللي بنجيبها من برا، أنا بفضل اللي بنعملها في البيت. وعشان نعملها صحية فينا إن بدال الموزاريلا الدسمة نستخدم الموزاريلا قليلة الدسم طبعاً، وفينا نستخدم الطحين القمح، مثلاً نص طحين أبيض في العجينة ونص طحين قمح طبعاً زي ما أنتوا بتحبوا. وما شاء الله هاي كانت وصفاتي وغدانا لليوم، وشكرا لكم ولمتابعتكم. استنوني بوصفات وفيديوهات جديدة حبايبي، ما تدخلوا علي باللايكات الحلوة عشان يرتفع الفيديو. وباي باي.